أهلا بكم مشاهدينا في جولة الرابعة من أورينت نيوز وتتابعونا فيها. تحت غطاء روسي وعشرات الغارات الجوية، قوات نظام تقتحم بلدة عتمان في ريف درعا. بعد تشكيل المجلس العسكري الموحد، أثوار يستعيدون بلدة ريتيان ويقتربون من قطع طرق إمداد نبل والزهراء. ضمن موجة نزوح هي الأكبر، عشرات الآلاف يفرون من ريف حلب وتركيا تواصل إغلاق الحدود بوجههم. أهلا بكم مشاهدينا في جولة الرابعة من أورينت نيوز، وهذه أبرز عناوينها. تحت غطاء روسي وعشرات الغارات الجوية، قوات نظام تقتحم بلدة عتمان في ريف درعا. بعد تشكيل المجلس العسكري الموحد، الثوار يستعيدون بلدة ريتيان ويقتربون من قطع طرق إمداد نبل والزهراء. ضمن موجة نزوح هي الأكبر، عشرات الآلاف يفرون من ريف حلب وتركيا تواصل إغلاق الحدود بوجههم. حياكم الله. أفاد ناشطون بتمكن قوات نظام وميليشيات طائفية عراقية ولبنانية من اقتحام بلدة عتمان على مقربة من مدخل مدينة درعا الشمالي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الثوار في محيط البلدة وقصف جوي روسي عنيف. قال ناشطون إنه تجاوز 80 غارة خلال ساعات قليلة. العرب نايمة، مسلمين ما فيش، مسلمين ما ضلش. أكلت عندما أكل الثور الأبيض، وبعد الشيخ مسكين يراقب ثوار درعا اقتحام النظام وميليشياته لبلدة عتمان، ويستعدون على ما يبدو لرؤية ذات السيناريو في إبطع وداعل المجاورتين. تعرض قنوات روسية مشاهد للعمليات العسكرية في بلدة عتمان المحاذية لمدخل درعا الشمالي، وتظهر الصور عشرات الغارات الروسية التي مهدت لقوات النظام وميليشيات عراقية ولبنانية اقتحام البلدة، فيما تحدثت شبكات إخبارية في درعا عن قرابة 80 غارة جوية استهدفت البلدة خلال ساعات قليلة، فضلا عن قصف مدفعي وصاروخي جعل من الصعوبة بمكان تمترس الثوار بداخلها. إلا أن جيش المعتز بالله العامل في عتمان كان قد نشر في وقت سابق بيانا نفى فيه الحاجة إلى أي مؤازرات إضافية، لتأتي أخبار انسحابه من البلدة طارحة أسئلة عن أسباب بيانه هذا. في المقابل تبدو قوات النظام والميليشيات الطائفية المرافقة لها مدعومة بترسانة جوية روسية في وجهتها للسيطرة على طريق دمشق درعا القديم كبديل عن الأوتوستراد الدولي وصولا لجمرك درعا القديم والذي تدور في محيطه اشتباكات منذ أسابيع. فسقوط الشيخ مسكين وعتمان قلص من تلك المهمة، لتبدو الأنظار متجهة إلى إبطع جنوب الشيخ مسكين، تليها مدينة داعل وربما طفس. طبعا هذا إذا استمر ثوار الجبهة الجنوبية على ما هم عليه.
وللوقوف على تفاصيل ما جرى في درعا وبالتحديد في بلدة عتمان، أرحب ببشر أحمد مراسل أورينت نيوز يحدثنا مباشرة من ريف درعا، وأيضا أرحب بأبو توفيق الديري منسق عمليات فرقة صلاح الدين يحدثنا مباشرة من عمان. أهلا بكما. نبدأ أولا من آخر التطورات ميدانيا معك بشر، وآخر التفاصيل طبعا يعني قوات النظام بإسناد من الطائرات الروسية وأيضا ميليشيات عراقية ولبنانية تمكنت من اقتحام بلدة عتمان، ما التفاصيل لديك حول ما جرى في عتمان لهذا اليوم؟ نعم، حقيقة في البارحة الشيخ مسكين واليوم عتمان وغدا الريف الغربي لمحافظة درعا وربما أحياء درعا المحررة في تهديد مباشر من قبل قوات النظام البارحة ليلا، وبعد حملة استمرت لثلاثة أيام، حملة شرسة جدا مدعومة بعشرات الغارات الروسية وعشرات الغارات من الطيران المروحي عبر إلقائه البراميل المتفجرة على بلدة عتمان. بالدخول في التفاصيل، عتمان هي قرية صغيرة تقع إلى الشمال من نعم. هل تسمعني؟ نعم نعم بشر، تفضل أكمل. نعم، إذن عتمان هي قرية صغيرة تقع إلى الشمال من مدينة درعا. هذه القرية محاصرة أصلا بقوات النظام، هناك طريق إمداد واحد كان لثوار البلدة من اليادودة غرب هذه البلدة. قوات النظام ومن خلال حملتها المدعومة كما ذكرنا بالطيران الروسي استطاعت إحكام الحصار على البلدة البارحة ليلا، بالتالي اضطر ثوار البلدة إلى الانسحاب. بالعودة إلى التقرير السابق، كما ذكر بأن المكتب الإعلامي لجيش المعتز بالله قال بأن الأمور تحت السيطرة وأنه ليس بحاجة لفزعات. حقيقة تواصلنا مع المكتب الإعلامي لجيش المعتز بالله، قال بأن هذا البيان كان يستقصد عدم إضعاف الروح المعنوية للمقاتلين ولحاضنتهم الشعبية، إلا أن جيش المعتز بالله تواصل مع جميع قادة الجبهة الجنوبية وطلب منهم الفزعات بشكل مباشر. هم كانوا لا يريدون الفزعات عبر الإنترنت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنهم حقيقة طلبوا الفزعات، وقال لنا المكتب الإعلامي بأن فزعات خجولة جدا وصلت وليست بشر. يعني لماذا أصدر بيان رسمي لواء المعتز بالله من جهة للإعلام ولكافة الناشطين، ولماذا يطلب الدعم سرا والفزعات كما تفضلت؟ طلب الفزعات الذي حصل في الشيخ مسكين سابقا أضعف الروح المعنوية للمقاتلين داخل المدينة وللمقاتلين خارجها يعني في المناطق المجاورة، بالتالي طلب الفزعات لا يكون حسب المكتب الإعلامي لجيش المعتز بالله عبر الإنترنت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنما يكون من خلال التواصل المباشر مع فصائل الجبهة الجنوبية. يعني حقيقة هناك تواصل كامل بين فصائل الجبهة الجنوبية، ليس هناك فصيل معزول في حوران، التواصل موجود، ولو كان هناك نية بإرسال تعزيزات لعتمان كانت أرسلت هذه التعزيزات. لكن حقيقة كما ذكرنا عندما أسقطت أو عندما سقطت الشيخ مسكين، نعود ونكرر الآن، من أوصل أو من يتحمل مسؤولية سقوط الشيخ مسكين البارحة واليوم عتمان هو من حول أداء ثوار حوران من حالة الهجوم إلى حالة الدفاع. يعني هناك معركة كانت مقررة على ذكر هذه النقطة، معركة كبرى في محافظة درعا. نعم، سأتي إلى ذكر هذه النقطة بشر، لكن الآن الثوار أعلنوا ربما عن معارك وهمية، هناك معركة أعلنت في خربة غزالة، يعني لماذا هذه المعركة وهم بأمس الحاجة لإيقاف تقدم النظام في عتمان؟ يعني داعل الآن مهددة بأن تسقط بيد الميليشيات الداعمة للنظام وأيضا يعني قوات النظام، وهناك أيضا طفس ربما تكون على نفس الطريق. نعم، حقيقة ليس فقط داعل، ليس فقط إبطاء، ليس فقط قفص. الريف الغربي في درعا أصبح مهدد بشكل حقيقي، درعا البلد أصبحت مهددة بشكل حقيقي، قطع الطريق الوحيد الواصل بين ريف درعا الشرقي وريفها الغربي أصبح مهدد حقيقة هذا الطريق بشكل حقيقي. بالنسبة للمعركة، لا ندري إن كانت هذه المعركة وهمية أم لا، لكن حقيقة كان هناك من يعطل هذه المعركة من الفصائل المشاركة في هذه المعركة. أنا على الأرض وشاهدت بعيني كيف أن هناك
فصائل كانت تعطل هذه المعركة. لا أدري عن أي جبهة جنوبية يتكلمون، هناك 20 إلى 30 جبهة جنوبية في درعا، كل فصيل أو كل فصيلين يشكلان تحالف ويعملان كجبهة جنوبية مستقلة. هي الفصائلية البغيضة ومصالح القادة أسقطت الشيخ مسكين، أسقطت عثمان، وإن لم تعالج هذه المشكلة بالسرعة القصوى ربما حوران مهددة بشكل حقيقي الآن. نعم، طيب بشر ابقى معي، سأنتقل إلى أبو توفيق الديري منسق عمليات فرقة صلاح الدين. أهلا بك سيد الديري. إذن كما استمعنا لبشر، هناك معركة في خربة غزالة أطلقها الثوار اليوم، لكن أليس من الأجدر للثوار التصدي لمحاولات قوات النظام التوسع باتجاه داعل وطفس وأيضا نوى قبل خربة غزالة؟ يعني خربة غزالة من 4 سنوات يحاول الثوار اقتحامها والسيطرة عليها ولكن دون جدوى. يا سيدي الكريم، فصائل الجنوب، فصائل الجبهة الجنوب، الجبهة الجنوبية نعم هي تتوزع الجبهات حسب تواجدها. نعم، وأحيانا لا نحتاج إلى انتقال من جبهة إلى جبهة، فهناك تغطية كاملة من إخواننا. الموضوع الأساسي هو تغيير النمط، تغيير النمط في قتال النظام. لماذا؟ لماذا الآن؟ السبب لأن الروس الآن دخلوا كقوة مقاتلة. نعم، لم يعود الروس هن مستشارين عسكريين، الآن هم قادة لهذه المعارك، ولاحظنا تنسيق كامل بين القوى الجوية والأرضية. نعم، طيب هذا هاي من ناحية. من ناحية تانية، كثافة النيران التي نتعرض لها، نعم، صعبت علينا التنقلات من جبهة إلى جبهة. نعم، طيب يا سيدي، إذا كان هناك تحول بالمعادلة، ما زلنا خلال 5 سنوات، نعم، ونحن على نفس نوعية السلاح الخفيف. نعم، لم تقم الدول بتزويدنا بأي سلاح نوعي. طيب إذا كان هناك تغير في المعادلة كما تفضلت من قبل قوات النظام، وبأن القوات الروسية تحولت من مجرد استشاريين إلى قادة لهذه المعارك، ثوار درعا كانوا مضرب مثل كما يقال بالعامية، أين توحدهم؟ أين المعارك التي كانوا يخوضونها وكانوا يحررون وكنا نسمع أخبار الانتصارات؟ هنا السؤال، إذا كان هناك تغير من طرف النظام لابد أن يكون هناك تغير من جانب الثوار. يعني كما سمعنا بشر قبل قليل، هناك لوم كبير على الفصائل في درعا لعدم التوحد، لعدم صد محاولات قوات النظام التقدم. يعني الشيخ مسكين بالأمس، اليوم عثمان، ربما لا قدر الله داعل وطفس ونوى في الأيام التالية. يعني هناك خوف كبير على هذه القرى والبلدات. يا سيدي الكريم، نعم، يا سيدي الكريم، هذا بعض الكلام يمكن أن نقول أنه صح، ومن طرف آخر تمام هذا الكلام في مبالغة. قادة الجبهة الجنوبية يتواصلون مع بعضهم ليلا نهار، حتى اليوم الفجر كان في تواصل مع أكثر من قائد وقادة ميدانيين، وهذا لا يلغي أن بيننا تنسيق وبيننا مشاورات ونطمح للأفضل، لكن الإمكانيات هي التي تحدنا. نحن كأي ثورة في العالم بيننا من هو مقصر، بيننا من هو مقصر ونعترف بذلك، لكن هذا الأمر لا يلغي الصمود الأسطوري اللي تم في الشيخ مسكين. تمام، ذكرتم على شاشتكم هذه عدد الغارات وكمية الصواريخ التي قصفنا بها. نعم، هذا لا يلغي. تمام، نعم، الجبهة الجنوبية الآن بحاجة إلى مجلس عسكري كما شكل أخوتنا في الشمال مجلس عسكري. نعم، تمام، لم تعد هناك الأسلوب القديم إني قطاعات معينة
قطاعات معينة تلتزم فيها بعض الفصائل. الآن بحاجة إلى مجلس عسكري للجبهة الجنوبية كامل يدير المعركة ويدير غرف العمليات. نعم سيد أبو توفيق، نحن لا نوجه انتقاد بالتأكيد، نحن ولا أخفيك سر، يعني وصلتنا كثير من الانتقادات من الناشطين ومن الأهالي في درعا لعدم توحد الثوار هناك. دعني أعود إلى بشر بالحديث عن الغارات المكثفة التي تشنها طائرات العدوان الروسي هناك. بشر، كيف هي وتيرة هذا القصف المكثف والهستيري إن صح التعبير من قبل طائرات العدوان الروسي على المواقع التي تحاول قوات النظام وميليشياته التقدم إليها في درعا؟ نعم حقيقة اليوم النظام وحليفته روسيا من خلال الطيران الروسي لا تنفذ الأسلوب القديم في الغارات التي كانت تستهدف ربما المدنيين في محاولة للانتقام عبر البراميل المتفجرة. اليوم حقيقة الطيران الروسي يركز قصفه على المناطق التي ينوي النظام اقتحامها مدعما بالميليشيات الشيعية المتحالفة معه. لكن لو سمحت لي أن أعقب قليلا على كلام ضيفك، لم أسمعه جيدا، لكني سمعت أنه تكلم عن الغارات الروسية وعن صعوبة التواصل بين مناطق حوران وعن فقدان السلاح النووي. حقيقة ليس هناك فصيل في حوران لا يستطيع الوصول إلى أي نقطة في حوران، الطرق مفتوحة والتواصل موجود، السلاح النووي موجود، سلاح التاو الذي أحدث فرقا ربما في المنطقة الجنوبية خلال الأشهر الماضية، حقيقة سلاح التاو أخفي في معركة الشيخ مسكين، لا ندري لماذا لم يستعمل سلاح التاو إلا أنه كان موجودا لدى فصائل الجبهة الجنوبية. الطيران الروسي، نعم هناك تكثيف لغارات الطيران الروسي، لكن هذه ليست هي المعضلة الحقيقية. المعضلة الحقيقية هي الفصائلية كما ذكرنا، ومصالح القادة التي لم يعد الناشطون يحتملونها. ربما سيقومون بحملات إعلامية ضخمة في الأيام القليلة القادمة، إما أن يتوحدوا ويركزوا على مصلحة الثورة فقط، وإما أن يرحل جميع هؤلاء القادة لأنهم أصبحوا عالة عليها. نعم طيب بشر، يبدو أن السيد أبو توفيق أديري لديه بعض الكلام للرد. طبعا كنا نتحدث عن صواريخ التاو التي اختفت في معركة الشيخ مسكين، سيدي أين كانت هذه الصواريخ؟ صحيح نعم. الصحيح صواريخ التاو في معركة التاو في معركة الشيخ مسكين حصل تقصير من بعض الأشخاص وعدم تقدير لدقة المعركة. نعم وحصلنا على تطمينات من القادة الميدانيين أننا صامدون في الشيخ مسكين. نعم لكن التطور المعركة وانتظار النظام حتى انتهاء مباحثات جنيف كان مخطط جاهز لهجمة عسكرية. نعم هاي الهجمة مخطط لها من قبل جنيف. لماذا لم تنفذ؟ تمام فوجئنا بكثافة نيرانية. البعض يقول التاو ضروري في المعركة. نعم أنا أقول لك التاو ضروري في المعركة، لكن لا يشكل إلا 10%، هو متخصص في تدمير الدروع. تمام والدشم الثابتة، لكن كثافة النيران التي تعرضنا لها لم نتعرض لها من قبل. هناك تركيز نيراني على مواقع الثوار، على المدنيين، تمام على المدنيين بشكل خاص. أجبرنا على الانسحاب من بعض المجمعات السكنية حفاظا على أهلنا المدنيين. طيب لماذا لم يختار الثوار أفضل وسيلة للدفاع وهي الهجوم؟ لماذا لم يتم تدارك هذه الأخطاء ويتم الهجوم؟ يا سيدي عندما نعم. صح عندما تريد أن تهاجم، هذا في القانون العسكري، اخوتنا العسكريين يعرفوا هذا الامر، ان المهاجم لازم يكون 7 أضعاف المدافع. نعم تمام نعم. بهالحاله هي عندما يكون 7 أضعاف بحاجه الى كميه معينه من الذخيره. نحن عندنا كمياتنا لا نقول الا كميات اقتصاديه. نحن الان لا يمكن ان نكتفي بالتاو ونقول هذا سلاح نوعي معنا. نحن بحاجة إلى أسلحة نوعية. الدول الداعمة مشكورة، عليها أن تفكر بأسلحة جديدة تمام على الأرض بعد الدبابات التي عندنا تمام القديمة.
هي عاطلة لا نقدر أن نستخدمها. نعم. حتى ولا يتوفر لها قذائف. نعم. أيضا تحدثت السيد أبو توفيق عن فكرة إنشاء مجلس عسكري كالذي شكل في ريف حلب الشمالي في ظل هذه الهجمة. بعجالة لو سمحت، هل بدأتم فعلا بالسعي لتشكيل مجلس عسكري موحد في درعا؟ إن شاء الله أنا أقول من هذا المنبر، عندنا من القادة في درعا ما نثق بهم، ما نثق بهم، هم ميدانيين على الأرض، ونثق بهم ونثق أنهم على تواصل مع بعض. الشكل السياسي قد لا يكون أو الشكل العلني لا موجود، لكن نعرف أنهم يتواصلون مع بعض يعني بدقائق وساعات والنهار والليل متواصلون مع بعض. نعم، نتمنى بالتأكيد أن يتم تدارك الموقف في درعا وتشكيل هذا المجلس لوقف تقدم قوات النظام وميليشياته هناك. أعذرني فقط من أجل الوقت أبو توفيق الديري، منسق عمليات فرقة صلاح الدين، سأكتفي معك بهذا القدر وشكرا جزيلا لك. كنت معنا مباشرة من عمان. أعود إليك بشر بسؤال سريع، هل الثوار تحركوا فعليا على الأرض حاليا؟ حقيقة منذ 3 أيام ومن قبل سقوط عثمان كان هناك معركة جاهزة للهجوم على النقطة التي لم تعد مخفية. حقيقة الجميع أصبح يعرف أن المعركة كانت على خربة غزالة، إلا أن هذه المعركة عطلت من قبل فصائل مشاركة في المعركة. أعود وأكرر، من قبل فصائل مشاركة في المعركة عطلت هذه المعركة منذ 3 أيام، على قيل أنها ستفتح في اليوم التالي، عطلت منذ يومين ثم عطلت البارحة واليوم، وما زالت هذه المعركة لم تفتح بشكل فعلي حتى هذه اللحظة. حقيقة البارحة نداءات للاستغاثة التي أطلقت من عثمان مباشرة إلى مسامع القادة أن أقصفوا المناطق التي يهاجم منها النظام عثمان، كان الرد، وأنا سمعته، كان الرد من قبل القادة بأن ذخيرتنا وأسلحتنا موجهة لخربة غزالة ولا نستطيع استعمالها في صد اقتحام قوات النظام إلى عثمان. هذا ما حدث بالفعل. نعم بشر، لن أخوض معك في تفاصيل هذه الفصائل وأسماءها طبعا، نحن نحاول تسليط الضوء على بعض الأخطاء طبعاً، لكي يتم تصحيح هذه الأخطاء والمضي قدما لوقف تقدم قوات النظام وميليشياته هناك. شكرا جزيلا لك بشر أحمد، مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة أيضا من ريف درعا. أكد ثوار تمكنهم من استعادة السيطرة على كامل بلدة ريتيان في ريف حلب الشمالي بعد ساعات من تمكن قوات النظام والميليشيات الشيعية المرافقة لها من السيطرة عليها. عملية السيطرة جاءت بعد هجوم مباغت على البلدة أسفرت عن مقتل أكثر من 25 عنصرا من هذه الميليشيات. اللي اقتحم ريتيان الحمد لله دمرناه، لأن العربات اللي اقتحموا فيها رغم القصف الشديد على القرية، ولكن رغم ذلك ثبتنا وأثبتنا جدارتنا، نحن المسلمون أقوياء وأعزاء على الكفار، وبإذن الله لن ندع لهم فرصة بالاقتحام مرة أخرى. تكبير الله أكبر، جسس عليه الله أكبر، أحد أقدامهم جايبين سوت توحيد. وفي الأثناء يسعى ثوار إلى قطع كافة طرق النظام إلى بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، حيث يواصلون رصد كافة الطرق المؤدية إلى البلدتين ومحاولة استعادة المناطق التي تقدمت إليها تلك الميليشيات رغم الغارات الروسية العنيفة على المنطقة. محيط بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين اللتان يواصل الثوار استهدافهما بكافة أنواع الأسلحة بالتزامن مع المعارك التي تدور في محيط المناطق التي تقدمت إليها الميليشيات الشيعية خلال الأيام الأربعة الماضية. فعلا الميليشيات الشيعية تمكنت من التقدم من منطقة دوير زيتون باتجاه منطقة الجبين باتجاه حرد 2، وبمؤازرة من الميليشيات الشيعية الموجودة في منطقة الزهراء تمكنت من فتح طريق ضيق عبر قرية معرسة الخان باتجاه منطقة نبل والزهراء التي ما تزال تدور في محيطها اشتباكات عنيفة بالتزامن مع مئات الغارات الجوية التي نفذتها وما زالت تنفذها طائرات العدوان الروسي على نقاط الثوار في هذه المنطقة. الثوار يؤكدون بأن المعركة ما زالت مستمرة، وبالرغم من فتح هذا الخط الضيق الذي يمر من منطقة معرستي عبر الأراضي الزراعية وباتجاه جزء من بلدة ماير، إلى أن الثوار يواصلون محاولاتهم لقطع طريق إمداد قوات النظام والميليشيات الشيعية، وكل ما جرى
تحت غطاء جوي من طائرات العدوان الروسي التي ما زالت حتى اللحظة تستهدف نقاط الثوار الذين يواصلون دك معاقل الميليشيات الشيعية في قريتي معرستي وبلدتي وحرددنين وبلدتي نبول والزهراء بكافة أنواع الأسلحة. للحديث حول المعارك التي جرت خلال الفترة الماضية والمعارك المستمرة حاليا بين الثوار والميليشيات الشيعية، معنا هنا الرائد ياسر عبد الرحيم القائد العسكري لغرفة عمليات فتح حلب. سيادة الرائد أهلا بك. أهلا بكم. سيادة الرائد، خلال الأربعة أيام الماضية دارت معارك عنيفة تحت غطاء جوي من طائرات العدوان الروسي، لو حدثتنا بداية كيف تقدمت الميليشيات الشيعية إلى المناطق التي سيطرت عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تقدمت تحت غطاء جوي كبير، طيران لم يفارق الجو على مدار 24 ساعة، طائرات الروسية وكذلك حوامات قاموا بقصف القرى بالقذائف العنقودية والفراغية، وأثناء التمهيد طبعا استطاعوا التقدم، ولكن الحمد لله رب العالمين المجاهدون بذلوا الدماء والشهداء واستطاعوا تكبيد القوات الشيعية الأفغانية الإيرانية من كافة مرتزقة العالم، استطاعوا تكبيدهم عشرات بل مئات الفطائس كانوا ملأت المشافي العسكرية، ولكن الحمد لله بذلنا الدماء ولم يعبروا بتسليم، لم يعني الحمد لله قاومنا حتى آخر لحظة، ولكن القصف العنيف قدر الله ما شاء فعل، وندعو كافة الفصائل الآن بالتوحد والتوجه إلى رتيان والقرى التي حولها في غرف العمليات لصد الجيش وتحرير ما تبقى من هذه القرى. لا تزال معارك مستمرة إن شاء الله ربعا، وندعو كافة الفصائل لنبذ الخلاف والتوجه إلى المعارك، الآن المعارك على أشدها. طبعا نبول والزهراء لم يكنوا محاصرين، هذه القرى كانت مفتوحة باتجاه عفرين وكان يدخلها كل شيء، يعني الآن كان حصار عسكري فقط لا نسمح بالعسكريين، والآن نتحدى إن شاء الله ربعا أي سيارة تخرج من نبول والزهراء عسكرية سنستهدفها، سنستهدف المرتزقة الأفغان والحزب الشيطان بإذن الله رب العالمين، والطريق مرصود أكثر من 7 كيلومتر في كروم الزيتون، سنقوم بالتسلل وضرب هذه الآليات بإذن الله. إذا ما زالت المعارك مستمرة بين الثوار والميليشيات الشيعية والتي تقدمت خلال اليومين الماضيين إلى عدة مناطق كان آخرها معرستي ثم الأراضي الزراعية وتوجهت إلى بلدتي نبول والزهراء اللتان تتواجد في محيطهما الآن واللتان تشهدان معارك عنيفة يحاول الثوار خلالها استرداد السيطرة على هذه المناطق وإعادة فتح طريق باتجاه المناطق الشمالية في ريف حلب الشمالي التي باتت مقطوعة حاليا، وإضافة إلى ذلك يحاولون قطع إمداد النظام المتجه حاليا من منطقة حرددنين باتجاه معرستي باتجاه منطقة نبول والزهراء عبر الأراضي الزراعية، بالتزامن كل ذلك مع قصف عنيف من طائرات العدوان الروسي التي نفذت وما زالت تنفذ عشرات الغارات الجوية على جميع مناطق ريف حلب الشمالي. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، من محيط بلدتي نبول والزهراء بريف حلب الشمالي. وكانت قوى عسكرية عاملة في محافظة حلب أعلنت في بيان مصور تشكيلها المجلس العسكري الموحد بريف حلب الشمالي، وذلك بهدف توحيد الصفوف والتصدي للهجمة الأخيرة التي تشنها قوات النظام والميليشيات المرافقة لها، والتي انتهت بفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء وقطع خط إمداد يربط حلب بالحدود التركية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. امتثال لأمر الله تعالى في وحدة الصف، قرر ثوار الريف الشمالي بحلب تشكيل المجلس العسكري الموحد الذي يضم القوى العسكرية العاملة على الأرض والريف الشمالي، ويدعو بقية القوى العاملة للالتحاق بهذا المجلس لما فيه مصلحة الثورة. سألنا الله تعالى التوفيق والسداد، وعاشت سوريا حرة أبية، والنصر لثورتنا. أرحب بخالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز يحدثنا عبر الهاتف من ريف حلب، وأيضا بياسين أبو رائد عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة يحدثنا عبر سكايب من ريف حلب. أيضا أهلا بكما. أبدأ معك خالد، إذن آخر التطورات في رتيان، يعني الثوار بحسب ما وردنا تمكنوا من استعادة السيطرة على هذه البلدة، هل هذا صحيح؟ وأيضا آخر المستجدات هناك. أهلا وسهلا بك وسام. نعم استطاع عدد من ميليشيات الأسد الوصول إلى أعتاب بلدة رتيان بعد غطاء جوي كثيف ومن قبل طائرات العدوان الروسي التي لم تبقي بشرا ولا حجرا في هذه المنطقة في مناطق ريف حلب الشمالي، بدءا من حملتها المجنونة وللسيطرة على مناطق ريف حلب الشمالي وصولا إلى بلدتي نبل والزهراء. طبعا هذه بلدة رتيان لها يعني لها أسطورة، منذ العام الماضي لم تستطع ميليشيات الأسد السيطرة عليها بسبب شراسة مقاتلي أبناء هذه القرية الصامدين على أعتاب هذه القرية. طبعا
بسبب الكثافة النارية التي ألقتها طائرات العدوان الروسي. دخل عدد من الميليشيات إلى داخل القرية، وما جعل الثوار يلتفون عليهم من أطراف القرية، ومن ثم دخلوا القرية وقتلوا جميع من فيها. قتل أكثر من 25 مقاتل، جميع جنسياتهم غير سورية، أغلبهم من الأفغانية والإيرانية. تم القضاء عليهم بشكل كامل، وتم استعادة السيطرة بشكل كامل على بلدة رديان. ما بقي لميليشيات الأسد هي مجموعة من كتلة من الأبنية الواصلة بين بلدتي رتيان وبلدة حرب 2. طبعا الجدير بالذكر وسام بأن هذه الحملة اللي ربما لم نعيشها نحن على مدار 5 أعوام أبدا، بسبب هذه كثافة الغارات التي هجرت عشرات الآلاف المدنيين، ما عدا العشرات الآلاف المدنيين الذين هجرت طائرات أدوار خالد أيضا في ريف حلب الشرقي. نعم خالد، كما نعلم أن رتيان هي تقع على خط البلدات باتجاه زاز، يعني بعد رتيان ربما هناك بيانون وأيضا إلى جانبها حريتان. ماذا عن هذه البلدات؟ هل تشهد أي معارك أو محاولات من قبل قوات النظام على أكثر من محور ربما للتقدم من قبلها؟ سأشرح بالتفصيل وسام لو سمحت لي للمشاهد ليعلم ما طبيعة المنطقة تماما. الآن ريف حلب الشمالي بات معزولا تماما عن مدينة حلب وعن ريفها الغربي وكذلك الجنوبي، ومن بقي في ريف حلب الشمالي لا يستطيع الوصول إلى مدينة إدلب أو ريف حماة أو هذه المناطق المحررة. ريف حلب الشمالي بات معزولا بعد أن استطاعت ميليشيات الأسد الوصول إلى مدينتين نبل وزهراء وقطع الطريق بين مدينة حلب وبين الريف الشمالي. الآن ريف حلب الشمالي القرى أو البلدات التي بدت هي محاصرة هي مارع وترفعت وعزاز، هذه المناطق الاستراتيجية والحدود مع برباب السلام الحدودي، هم باتوا بمعزل عن مدينة حلب وعن ريفها الغربي. أما عن الطرف الآخر هو رتيان وبيانون وبلدة حيان. طبعا هذه القرى الثلاثة باتت مسرحا للأعمال العسكرية، لا يوجد بها أي مدني، جميع هذه السكان نزحوا إلى ريف حلب الغربي أو أما إلى مناطق إدلب. طبعا هذه القرى هي من اتجاه مدينة حلب وهجرتهم طائرات العدوان الروسي. أيضا هجرت طائرات العدوان الروسي من بقي في ريف حلب الشمالي من طرف مدينة عزاز. الآن يعني يوم البارحة ليلا وصل لمعبر بلد السلام الحدودي أكثر من 15,000 مدني. هؤلاء هم فقط مدنيين وصلوا إلى معبر باب السلام الحدودي يضغطوا على الحكومة التركية أو يعني ليطلبوا الحكومة التركية فتح لهم الأبواب إنسانيا لدخول الأطفال والنساء. يعني بعض المدنيين قال لوالي كيلس الذي حضر: نحن لا نريد إدخال أي رجل إلى تركيا، أدخلوا فقط النساء والأطفال، خالد لا تدخلوا الرجال. نعم لكن نعم لو سمحت لي سنأتي على ذكر هذا الموضوع أيضا بالتفصيل. دعني أنتقل إلى ياسين أبو رائد عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة أيضا يحدثنا من ريف حلب عبر سكايب. أهلا بك ياسين، ماذا عن طرق الإمداد الخاصة للنظام باتجاه نبل وزهراء؟ الثوار حاولوا أن يتداركوا ما حصل ويقطعوا هذه الطرق، هل تمكنوا فعلا من قطع جميع طرق الإمداد باتجاه نبل وزهراء؟ طبعا ما عدا الطريق الغربي ربما والمفتوح على مدينة عفرين. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. هو أساسا قوات النظام قامت بفتح طريق عبر الأراضي الزراعية من قرية معرستي ومن قرية حرد 2، يعني هذا الطريق هو طريق زراعي. قوات النظام حتى الآن وضعت كل ثقلها العسكري حتى تستطيع السيطرة على ماير وعلى رتيان ولتوسع هذا الطريق وتقوم بحمايته من ضربات الثوار، لكن حقيقة حتى الآن هي فشلت تماما. هي حاليا تعبر الأراضي الزراعية وتحاول أن تقيم السواتر الترابية لحماية طريق إمدادها نحو نبل والزهراء، ولكن هذا لم يحصل. اليوم فشلت محاولة رتيان وسط غطاء جوي عنيف جدا على الثوار، وبالرغم من تدخل الجوي الروسي بكل ثقله، لكن حتى الآن رتيان ما تزال مع الثوار والطريق ما يزال يعني معرض للخطر وأيضا ضربات الثوار. بالأمس أبلغني أحد المقاتلين أنهم استطاعوا أن يستهدفوا رتل كان متوجه من نبل والزهراء إلى قرية معرستي بمدافع 23. هذا الرتل اضطر لأن ينسحب بسرعة كبيرة، وأكد أن هناك قتلى وجرحى كانت في الرتل الذي خرج من نبل والزهراء. طيب ياسين، يعني ماذا عن العملية التي وردت اليوم وتحدثت عن مقتل 25 عنصر من الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام؟ طبعا عملية للثوار، عملية نوعية. نعم. في الحقيقة الناشطين في داخل رتيان أكدوا أن عدد القتلى في رتيان يتجاوز 25
قتيل وفي محيط رتيان أيضا، لأن الاشتباكات كانت عنيفة جدا. قوات النظام زجت بجميع الميليشيات والمرتزقة التي تقاتل معها إلى رتيان، واستطاعت أن تسيطر على بعض النقاط، لكن وقعوا في كمين ناري للثوار. يعني استطاع الثوار أن يستدرجوا بعض المقاتلين من قوات النظام إلى داخل القرية ويحاصروهم، مما عطل يعني الطيران الجوي الروسي قليلا عن القصف بسبب وقوع هذه المجموعة بكمين. وكان هناك ارتفاع في أعداد القتلى، يعني قد يكون العدد أكثر حتى من 25 قتيل من قوات النظام داخل قرية رتيان. نعم، أعود إليك خالد أبو المجد، كيف تبدو الأوضاع بعد تشكيل المجلس العسكري الموحد في ريف حلب الشمالي؟ هل الأوضاع أفضل ربما لصالح الثوار؟ نعم وسام، حتى اللحظة يعني لم يكن في ريف حلب الشمالي أي متغيرات عسكرية. لربما الثوار الآن يحضرون لعمل عسكري واسع لفتح الطريق باتجاه مدينة حلب. يعني طبعا الثوار الآن باتوا مجبرين لهذا العمل، وباتوا مجبرين لفتح الطريق لكي تصل المحروقات وتصل خطوط الإسعاف وما شابه إلى الأراضي، يعني إلى أراضي الثوار من عزاز إلى مدينة حلب. طبعا هذه خطوة جيدة جدا بالنسبة لريف حلب الشمالي وبالنسبة للثوار، أتت لكن لربما متأخرة، لكن هي خطوة جيدة لتوحيد صفوف الثوار. طبعا هناك فصائل عسكرية كثيرة في ريف حلب الشمالي تنازلت عن مسمياتها، تنازلت وأبدت استعدادها لتكون في جسم واحد يذهب هذه المحنة عن أهالي ريف حلب الشمالي، ويستعيدون من خلالها السيطرة الكاملة على المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام. حتى الآن وسام، يعني قوات النظام ليست متحكمة بشكل كبير على خط إمدادها، هي وصلت لكن يعني خط إمدادها يقع في قرية واحدة وفي أراضي زراعية، لكن تحاول ميليشيات الأسد والقوات المسيدة لها من توسيع خط نفوذها عرضا للسيطرة على بيانون وحيان. إن استطاعت تمديد خط العرض فذلك سيكون تأمين خط كامل للدخول إلى بلدتين نبل والزهراء، إن لم يتدارك الثوار هذه المعركة ويستعيدوا السيطرة على معرسة الخان أو حرزتين. نعم، طيب خالد أرجو أن تبقى معي، وأيضا ياسين أبو رائد أرجو أن تبقى معي. سنذهب إلى هذه الأخبار وسنعود أيضا للتعليق على الملف الإنساني في ريف حلب، حيث استشهد أكثر من 46 مدنيا خلال الساعات الماضية جراء غارات للعدوان الروسي على مدينة حلب وريفها، آخرهم 9 مدنيين في حصيلة أولية بحي الصخور في مدينة حلب، وستة آخرون في غارات مماثلة على حي المشهد. وفي الريف استشهد 3 أطفال من عائلة واحدة في قصف مماثل على مدينة عنادان، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وصاروخي نفذته قوات النظام على قرى وبلدات حيان وماير وبيانون، موقعا شهداء وجرحى في صفوف المدنيين إلى جانب دمار واسع في الأبنية السكنية والممتلكات. إلى ذلك، ما زالت آلاف العائلات النازحة تتدفق من مدن وبلدات ريف حلب الشمالي إلى معبر باب السلام الحدودي مع تركيا، هربا من غارات العدوان الروسي والقصف الصاروخي والمدفعي لقوات النظام والميليشيات المرافقة لها. ويقول الأهالي النازحون أن الطائرات الروسية تستخدم سياسة الأرض المحروقة في ريف حلب الشمالي، إضافة لارتكاب الميليشيات الطائفية لمجازر عدة في المناطق التي اقتحموها. بسبب الضرب بين روسيا وايران وبشار الطيران الروسي من كل الجهات، داعش من ورج، الايرانيين من ورج. منين بدك الشيعة؟ منين بدك تخلص حالك؟ قل لي منين؟ وما بين ايش بدنا نقاوم؟
أنا من محافظة حمص، أنا من محافظة حمص، جيت من الريف الشمالي وضربنا الروسي، ما خلى علينا، قتل أخي، قتل أبي، قتل أمي، ما خلى حد علينا، قصفنا، انهزمنا على الباب، كمان لحقنا على الباب وقصفنا، ردينا اجينا على مارع، كمان لحقنا على مارع وقصفنا، قدامي أكثر من 25 قتيل القصف الروسي قتلوا، من عيد الجرحى، من عيد الشيء اللي صار، من عيد الدمار، من عيد الأولاد، الأطفال بالأراضي، وينكم يا عرب؟ وينكم يا إسلام؟ أعود إلى خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز، وأيضا إلى ياسين أبو رائد عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة. خالد، بالنسبة لأعداد الشهداء، يعني 46 شهيد مدني خلال الساعات الماضية في عدة مناطق في ريف حلب وأيضا في مدينة حلب جراء غارات طائرات العدوان الروسي، بالتحديد فقط عن هذا الجانب، أعداد الشهداء والقصف خالد. نعم وسام، أكثر من 50 شهيد خلال الساعات الماضية فقط، طبعا هذه الحصيلة هي حصيلة ساعات فقط من أحداث مجازر متواصلة بحق المدنيين في مدينة حلب وفي أريافها. طبعا اليوم شهدت المجازر كانت في مدينة حلب في حي الصاخور عند خروج المصلين من أحد المساجد، ألقت طائرة حربية برمي متفجرة على المصلين أثناء خروجهم وقتلت من قتلت منهم وجرحت من جرحت منهم. نعم. طبعا القصف الهستيري كما أكدت سابقا بأننا لم نشهده منذ 5 أعوام، يعني الحالة الإنسانية جدا صعبة. سأجمل لك بقليل من الكلام وسام عن حالة. نعم. الطيران، تأتي سرب من الطائرات الحربية مطار حميه ميم الذي تسيطر عليه والذي بات يعني قاعدة عسكرية لروسيا، تأتي سرب من الطائرات 4 طائرات أو 3 طائرات حربية تفرغ حمولتها بشكل كامل فوق رؤوس المدنيين الآمنين في مدينة حلب وفي ريفها الشمالي، ومن ثم لا يغادر سماء المدينة هذا السرب إلا وأتى سرب أيضا آخر على هذه المدنيين. منذ 3 أيام أستطيع أن أؤكد لك بأن سماء مدينة حلب وريفها الشمالي لم يفارقها طيران العدوان الروسي أبدا. 3 أيام من العمل المتواصل لطائرات العدوان الروسي تحقق فيها الأهداف فقط على قتل المدنيين وعلى تدمير البشر. نعم. أيضا خالد هو وتمهيد. نعم، هو السبب الرئيسي أيضا وراء نزوح آلاف العائلات والمدنيين باتجاه الحدود التركية. ياسين، بما يتعلق بهذا الجانب وبالنسبة لهذه الحشود والأعداد الكبيرة التي وصلت إلى معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، كيف تصف لنا الأوضاع هناك على الحدود؟ يعني طبعا على الحدود منذ قليل يرتفع عدد أكثر من 30,000 نسمة من النازحين ممن وصلوا إلى معبر باب السلامة الحدودي بغية الدخول إلى الأراضي التركية، لكن يعني الحكومة التركية رفضت رفضا تاما دخول هؤلاء النازحين ورفضت إدخالهم عبر معبر باب السلامة. حاليا تم إدخال خيم وبعض يعني الإغاثات من بطانيات وأيضا وسندات للتدفئة من قبل منظمتي الإيهاها والآفات من قبل الحكومة التركية. يعني بهذا يعني يدل على أن الحكومة التركية اتخذت قرارا على الأغلب بعدم إدخال هؤلاء النازحين. طبعا النازحين يفترشون العراء في الأراضي الزراعية رغم يعني الجو البارد ورغم انخفاض الأجواء حاليا. طبعا حاليا أيضا هناك أكثر من 15,000 بين نساء وأطفال بين هؤلاء يفترشون فقط العراء وليس لديهم مأوى نهائي، يعني ليس هناك أي منطقة حاليا آمنة. كان هناك منطقة عزاز سابقا، الآن الطيران الحربي الروسي يقصفها بوحشية. أيضا بالأمس ضربت. نعم. طيب ياسين فقط اعذرني يعني على ضيق الوقت، فقط بنعم أو لا، هل تم فتح الحدود بوجه هؤلاء النازحين أم لا؟ لم يتم فتح الحدود بوجه النازحين نهائيا، وبالأمس استشهدت طفلة أثناء عبورها على الحدود السورية التركية برصاصة الجندرمة التركي. للأسف لم يتم فتح الحدود حتى الآن. شكرا جزيلا لك ياسين أبو رائد عضو المكتب الإعلامي لقوى الثورة، كنت معنا عبر سكايب من ريف حلب، وأيضا الشكر موصول لخالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز كان معنا عبر الهاتف من ريف حلب. ونتابع في أخبار هذه الجولة، حيث سيطر تنظيم الدولة على أجزاء من مزارع الوليد المحاذية لمطار دير الزور العسكري. حدث هذا إثر هجوم جديد للتنظيم استهدف مطار دير الزور العسكري وسط أنباء عن استهداف أحد مداخله بسيارة مفخخة. وأفادت شبكات إخبارية في دير الزور عن سماع دوي انفجارات واشتباكات عنيفة من جهة المطار وصولا لحيي الصناعة والجبيلة،
وترافقت مع شن طائرات نظام وأخرى روسية غارات مكثفة على مناطق الاشتباك وقرى المريعية وحطلة والجفرة والبغيلية. معنا عبود الصالح مراسل أورينت نيوز يحدثنا عبر الهاتف من دير الزور. أهلا بك عبود. إذن هجوم جديد لتنظيم الدولة على مزارع الوليد المحاذية لمطار دير الزور العسكري، ما التفاصيل لديك؟ نعم، في الحقيقة شن تنظيم الدولة يوم أمس هجوم مباغت على مواقع قوات النظام في محيط مطار دير الزور العسكرية. سيطر التنظيم كما ذكرت على أجزاء من مزارع الوليد الاستراتيجية في محيط المطار، وبسيطرة التنظيم على مزارع الوليد لربما سيسهل للتنظيم استهداف مركز القيادة أو مقرات القيادة داخل مطار دير الزور العسكرية. طبعا التنظيم وكالعادة بدأ هجومه بتفجير سيارتين مفخختين في محيط مطار دير الزور العسكري. أيضا هناك أنباء عن مفخخة استهدفت أحد مداخل المطار عبود. في الحقيقة المفخخة هي استهدفت مواقع لقوات النظام في قرية الجفرة المحاذية لبوابة مطار دير الزور العسكري. مطار أو بوابة مطار دير الزور العسكري ما زالت تحت سيطرة قوات النظام، والتنظيم لم يستطع إلى الآن اقتحام المطار أو الاقتراب من بوابة المطار. المعارك متركزة حاليا في قرية الجفرة المحاذية تماما لبوابة مطار دير الزور العسكري. تنظيم الدولة في الحقيقة الهجوم كان على قرية الجفرة لموقعه المهم في المعارك الدائرة في محيط مطار دير الزور العسكري. إذ إن نجح التنظيم بالسيطرة على قرية الجفرة سيسهل تماما للتنظيم استهداف مدرجات الطيران داخل مطار دير الزور العسكري. نعم، بالتأكيد سنكون معك عبود في حال استجد أي جديد في دير الزور. شكرا جزيلا لك عبود صالح مراسل أورينت نيوز، كنت معنا عبر الهاتف من دير الزور. أكدت مصادر لأورينت نيوز في ريف اللاذقية مقتل 20 عنصرا للنظام في معارك عنيفة دارت بين الثوار وقوات النظام من جهة قرى آرا وشلف ورويسة الروس بجبل الأكراد، كما قتل 3 عناصر للنظام إثر محاولة تقدم فاشلة من جهة قرية قروجة. وبثت الفرقة الساحلية الأولى صورا لاستهداف منصة رشاش ثقيل ومقر لقوات النظام في قرية الحور قرب سلمة، ما أدى لتدمير ومقتل من فيه. وللمزيد عن هذا الموضوع وآخر التطورات في اللاذقية معنا محمد الأشقر مراسل أورينت نيوز مباشرة من ريف اللاذقية، وأيضا سأرحب بمحمد الفيصل مراسل أورينت نيوز يحدثنا من ريف إدلب، سأكون معك بعد قليل محمد الفيصل. دعني أبدأ مع محمد الأشقر. محمد، آخر التفاصيل في ريف اللاذقية، هناك أنباء تحدثت عن مقتل 20 عنصر للنظام في معارك عنيفة في قرى آرا وشلف ورويسة الروس بجبل الأكراد، وباختصار ربما هناك قصف في المنطقة التي تتحدث منها محمد. نعم وسام، طبعا تستمر معارك الكر والفر في ريف اللاذقية بعد أن تقدمت قوات النظام في الفترة الأخيرة على عدة مراصد، حاولت مجددا التقدم باتجاه آرا وطعومة وشلف ورويسة الروس حيث حدثت اشتباكات عنيفة في هذه المناطق، طبعا أدت إلى مقتل ما يقارب 20 مقاتل تابعين لقوات النظام، هذا في جبل الأكراد. أما بالنسبة لجبل التركمان فقد حاولت قوات النظام أيضا يعني بعد اليومين الماضيين اللذان حاولتا فيهما التقدم في محور قروج، اليوم عادت لتحاول التقدم مرة أخرى في ذاك المحور، مما أدى إلى مقتل ما يقارب 17 عنصرا في تلك الجبهة، وذلك حسب المقاتلين المتواجدين في تلك المنطقة. طبعا مدفعية الثوار بدورها ردت على القصف العنيف الذي يتعرض له ريف اللاذقية، حيث استهدفت مدفعية الثوار بقذائف المدفعية الثقيلة من عيار 122 ميلي تجمعات لقوات النظام وميليشياته الشيعية في برج القصب وقصر السكر في جبل الأكراد، كما استهدفت المدفعية الخطوط الخلفية للعدوان الروسي المتمركزة في قمة النبي يونس. طبعا قمة النبي يونس ومرصد سلونفا فيهما تجري اجتماعات العمليات
بالنسبة لجبل الأكراد، أما بالنسبة لجبل التركمان فتجري الاجتماعات بين الضباط الروس والضباط الإيرانيين والسوريين في منطقة كسب. طبعا بالنسبة لطيران العدوان الروسي، طبعا منذ الصباح الباكر وطيران الاستطلاع لا يفارق سماء ريف اللاذقية، أكثر من 3 طائرات استطلاع تحلق في سماء ريف اللاذقية، واحدة منهم كانت في جبل التركمان في محيط منطقة قروجة، وأخرى كانت في منطقة الاشتباك في جبل الأكراد، أما الثالثة كانت قريبة من الشريط الحدودي. طبعا أما طيران العدوان الروسي الطيران الحربي فقد شن عدة غارات متتالية على قرى وبلدات ريف اللاذقية بجبليه جبل الأكراد والتركمان، كما يعني شنت مدفعية النظام ومدفعية العدوان الروسي وراجمات صواريخه عدة ضربات مدفعية وصاروخية على القرى الحدودية التي باتت شبه خالية من السكان. طبعا تجدد القصف المدفعي على مخيمات اللاجئين في منطقة أوبين لليوم 7 على التوالي. طبعا لا توجد اليوم خسائر نتيجة هذه الضربات بسبب خلو المنطقة تماما من السكان وخلو المخيم من السكان ولجوئهم إلى مخيمات أخرى على الحدود السورية التركية أو لجوئهم إلى الداخل التركي. نعم. طيب محمد، بالنسبة للقصف أعلمني فريق الإعداد أن هناك قصف في المنطقة التي تتحدث منها، ما وتيرة هذا القصف وأيضا تفاصيل حوله؟ نعم وسام. نعم. طبعا يعني نحن الآن في ريف اللاذقية، لن نقوم بتحديد المكان. نعم بالتأكيد. يعني ولكن الصوت الذي سمعوه هو لإطلاق قذائف من قبل الثوار على المراصد التي تتمركز بها قوات النظام، وصوت آخر كان لاستهداف قوات النظام محيط هذه المنطقة. طبعا يوجد تبادل بالقصف المدفعي بين الثوار وقوات النظام، طبعا ثوار الساحل بالرغم من التحليق المكثف لطيران الاستطلاع والطيران الحربي، مدفعيتهم لم تتوقف عن استهداف معاقل النظام وتجمعات شبيحته وميليشياته الشيعية التي تقاتل في ريف اللاذقية، والذي ثبت منها بالصور صقور الصحراء وميليشيا حزب الله اللبناني وحركة النجباء العراقية، عدا عن المقاتلين الروس المتواجدين في أغلب المراصد التي تشرف على ريف اللاذقية. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الأشقر مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من ريف اللاذقية. ومشاهدينا أعتذر منكم، واجهنا مشكلة في الوصول إلى محمد الفيصل من جديد مراسل أورينت نيوز، كان سيحدثنا من ريف إدلب عن أوضاع النازحين في تجمع السلامة. نتابع في أخبار الجولة أيضا، حيث دخلت قافلة مساعدات محملة بالمواد الغذائية إلى حي الوعر المحاصر من قبل قوات النظام منذ أكثر من 3 أعوام كي يتم توزيعها على الأهالي في الحي. أما في الأثناء فقد خرج الأهالي في مظاهرة طالبوا فيها بإخراج المعتقلين من سجون النظام. على حي الوعر وإن شاء الله الأمور بخير، بس نتمنى منكم أن ما تسونا أمور المعتقلين أخواتنا بالسجون، والله يجزيكم الخير ويقدم الخير.
أي اتجاه عدي؟ الشعب يريد إخراج البرتغالي، الشعب يريد إخراج البرتغالي. إذن مشاهدينا، بهذه الصور من داخل حي الوعر المحاصر بحمص نأتي إلى ختام جولة الرابعة لهذا اليوم. إلى العناوين. تحت غطاء روسي وعشرات الغارات الجوية، قوات النظام تقتحم بلدة عتمان في ريف درعا. بعد تشكيل المجلس العسكري الموحد، الثوار يستعيدون بلدة ريتيان ويقتربون من قطع طرق إمداد نبل والزهراء. ضمن موجة نزوح هي الأكبر، عشرات الآلاف يفرون من ريف حلب، وتركيا تواصل إغلاق الحدود بوجههم. دائما للمزيد من الأخبار، orion-news.net. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.